مرحبا برج الثور، هذه قراءتك العامة. القراءة راح تكون حق الطالع والشمسي والقمري. راح نلقي نظرة بصورة عامة على الأوضاع من عدة زوايا، عدة نواحي بشكل عام. نشوف ما الذي ينتظرك خلال إن شاء الله. أول شيء راح أبتدي بالصعيد المالي العملي في الوظيفة، المشروع، الأموال، وأيضا حتى الدراسة، كلهم يعتبرون في نفس الجانب وهو الجانب العملي من الحياة. الغصن الأول وملك الأغصان برج الثور، بداية تحسد عليها، بوادر لبداية إن شاء الله. راح يكون أول ثمرة تظهر لك لجهود أنت بنيت عليها من السابق، من فترة طويلة وأنت قاعد تجتهد. عندك كرت القمر، تجتهد بإيمان، أنت قاعد تجتهد وتعطي لمجالك في العمل، في الدراسة، أو حتى في بزنسك. ولكن قبل أن حتى ترى النتائج، عندك إيمان في الموضوع. ما تدري متى راح تأتيك الأموال، يأتيك الدخل، ولكن عندك مثل ما نقولون أمل أن يوم من الأيام راح تحصل على ما وعدت فيه، راح تحصل على الأمور اللي أنت تخيلتها وخططت إليها من البداية. أشوفك هني كأنما أنت كنت تجتهد لفترة طويلة تقريبا بمردود جدا بسيط. كانت الأوضاع صعبة، كانت الظروف صعبة، ولكنك صبرت لأن هذه هي طبيعتك. أنت برج الثور، أنت الذي تتحمل عندما يهرب الآخرون، سوري، عندما يهرب الآخرون ولا يستطيعون أن يحملون الشعلة. حمل الشعلة دائما يعني الشخص لازم يكون قوي بما فيه الكفاية، صامد. لما يكون الإيمان متزعزع عندنا يا برج الثور ما نقدر، ولكن أنت هني في هالفترة يقولك أنت تستطيع، ما بقى شيء، وتصل إن شاء الله إلى مرادك، إلى ما تحلم فيه. كل جهودك اللي خصوصا اللي حولك كانوا يعتقدون أنها بلا فائدة ولا طائلة، في المستقبل راح تظهر بوادرها، وما راح تظهر تدريجيا، راح تظهر لك بشكل واضح وسريع وعلني، تكون ظاهرة للعيان. ثمار جهودك، الترقية، المنصب، النجاح، كله في نفس الوقت. وما راح يكون نجاح فقط على صعيد واحد فقط في الحياة العملية، أن تنظر أو تترقب إلى إن شاء الله مرحلة انفراج، مرحلة أبواب مفتوحة، مرحلة أن تأخذ من الغنائم ما شئت. ليش؟ لأن هنا يقول لك على كثر ما اجتهدت، عندما تخاذل الآخرون، عندما انسحب الآخرون، عندما الآخرون كانوا غير واثقين أن يريدون أن يمسكون المهمة الصعبة اللي أنت ماسكها، التخصص الصعب اللي فيه الكثير من العوائق، خصوصا أن ظروفك أشوفها أيضا يا برج الثور أبدا ما كانت سهلة، كانت تتحداك. وتخصصك أو وظيفتك أو حتى مشروعك كان أيضا في مجال صعب، ولكنك صمت، صمت بسبب الإيمان. عندك إيمان على مستوى روحاني إن حتى لو أنت ما بدأت تشوف النتائج اليوم، راح تشوفها غدا، وكأنما غدا لناظره قريب، حان الوقت. الحين أنت بيدك أن تسلط الضوء على نجاحاتك، تغترف ما شئت. لا تقول أنا ما حصلت وما أقدر وما راح أسوي، الموضوع عندك أنت الحين، أنت اللي ملك النار، أنت اللي بيدك الشعلة. كيف ما تريد توجه المرحلة القادمة، الموضوع بيدك يا برج الثور في الحياة العملية. خلينا ننظر إلى الأكثر توضيح للكارتات. لأن انتهت مرحلة الترقب، انتهت مرحلة الحيرة، حان الوقت أن أنت تصعد، تبتعد عن المرحلة الصعبة. أنت مقبل على مرحلة جديدة أعلى في المستوى. مرحلة الإحباط، الانتظار انتهت بالنسبة لك. مرحلة هني قاعد أشوف كأنما يأتيك كلام من الناس ينصحونك بأن تبتعد عن هاي التخصص، عن هاي المشروع، عن هاي التعلق. عندك تعلق بأمل أن أنت تنجح، تحصل على الكثير من الأموال، يكون نجاحك صاعق مو نجاح بسيط. أنت انتهيت خلاص، وقفت هني كأنما بوجه أو صمت، عشت المرحلة الصعبة، صمت بأوجه الآخرين اللي كانوا يحبطونك ويقولون لك ما رح تثمر جهودك. انتهيت، أنت الحين مستعد، نضجت طاقة وحتى مع الله سبحانه وتعالى
كأنما أنت عندك الحين مرحلة توافق، أنت مستعد وفي توفر للطاقة أيضا، في إذن أو تصريح من الله سبحانه وتعالى أن أنت الحين خلاص تبتدي تغتنم اللي تعبت فيه في السابق. المرحلة القادمة هي أبدا ليست مرحلة تعب بالنسبة لك، لا تضع نفسك في نفس طريقة التفكير القديمة. المرحلة القادمة هي مرحلة أن أنت تكون في مستوى الملك، مستوى الراحة، أنت تأمر، أنت تنهي، وأنت ترغب. دائما النار هي طاقة أيضا الرغبة، أنت عليك فقط في المرحلة القادمة تركز ما هي رغباتك، وين تريد تمشي باقي الأمور في حياتك العملية، أي مستوى ثاني تريد تصعد للأمور. إذا أنت مثلا في مستوى محلي تريد أن تصل إلى سوق أكبر، تريد أن تصل إلى عندك أنت حين تعمل في شركة بسيطة تريد أن تصل إلى شركة عالمية أكثر، أنت عندك هاي النوع من الطاقة أن أنت راح تقفز قفزة كبيرة بسبب جهودك اللي أنت استحقيتها في الفترة السابقة. الجانب الثاني هو الجانب العاطفي، راح نلقي نظرة ونشوف ما هي الرسائل لك في هذا الجانب. القراءة العاطفية هني راح تكون عامة، المفصلة راح تكون إن شاء الله بعد فترة، لأن القراءة العاطفية راح أسويها مخصصة للمنفصلين والمتزوجين وأيضا للحساب عشان تكون دقيقة وتنطبق على حالاتكم بأدق شكل. خلينا نشوف بشكل عام الحياة العاطفية. كارت الساحر منعكس، طاقتها منعكسة. أنا ما أقرأ الكرتات وهي مقلوبة، ولكن أضع في بالي إن هاي الكرت كان منقلب عشان تكون الصورة واضحة. بعدين ثمانية السيوف، أيضا الشمس، وأيضا الخماس الجديد. برج الثور في الناحية العاطفية أنت على وشك أن تنكشف لك الأمور، سواء كانت جيدة مع الشريك أو سيئة، سواء كنت في ترقب أو كنت أنت اللي رحلت عنه، الجواب لسؤالك راح تجده إن شاء الله في الفترة القادمة. ولا تنكر الجواب، لأن الجواب اللي يأتيك راح يكون جواب رباني. إذا كان إن الشخص هذا يريد أن يرتبط فيك، في هذه الطاقة موجودة ومتوفرة. وإذا كان هذا الشخص كان يتلاعب فيك، أيضا هذه الطاقة متوفرة. بعضكم راح تطلعون من المرحلة على طول تدخلون قفص الزوجية، لأن أنتوا هني كأنما كرت الساحر مقلوب هو انتهاء مرحلة التلاعب، انتهى الوقت اللي الناس تستغل فيه اجتهاد وتفاني برج الثور. حان الوقت ان انت اشوفك انت هني كما اخذت الشعلة في الناحية العملية، انت هني ماخذ الكنترول وتخرج نفسك من دوامة، لان الامور راح تتضح لك في المستقبل. عندك رغبة في الزواج، عندك فرصة للارتباط، ولكن رح يتضح لك في المستقبل القريب إذا كان مع شريكك أو مش معه. إذا الأمور ما مشت مع شريكك وظل لحد الآن في دوامة تأفف، دوامة ذهاب ورجوع، معناتها الأمور واضحة لك، الإشارات الكونية قاعدة تراسلك. هل أنت ستقبل الرسالة والنصيحة؟ لأن إذا ما قبلت هني يقول لك معناته أن أنت تنتظرك سعادة في مكان ثاني مع شخص ثاني، أنت ما قاعد تلفت الانتباه، أنت ما قاعد تركز مع هاي الفرصة. فإذا كان إيه أو إذا كان لا، إذا كان مكتوب لك أن تستمر مع هاي الشريك أو مع شريك آخر، تأكد أن الإجابة في الفترة إن شاء الله القادمة. عندك أيضا طاقة تسليط الضوء، انكشاف الحقيقة، اللي كان مخبى في كرت القمر يتضح في كرت الشمس، راح أوضح لك أوراق أكثر. الحقيقة أوقات تكون موجعة، نعم، ولكن هل إحنا نمتلك السعادة الكفاية؟ سوري، هل نمتلك الشجاعة بما فيه الكفاية عشان نواجهها؟ عشان ندرك إن في أمور ما راح تمشي بطريقتنا مع شخص معين، أو حان الوقت إن إحنا ناخذ الكنترول، نقول لهذا الشخص إما الأمور تمشي، نبحث عن المعلومات،
نبحث عن الجواب، نسأل السؤال المهم عشان نحصل على الجواب اللي نريده، لأن الجواب اللي نريده مو هو دائما اللي احنا مستعدين نسمعه. انت محتاج الشجاعة، كرت القوة طلع لك، ممكن انك تتعامل مع برج الأسد او الأبراج النارية وايضا أبراج ترابية مثلك، ولكن الأبراج النارية وبرج الأسد واضحة هني طاقته. انت اللي محتاج ان تأخذ في الفترة القادمة هاي النوع من الطاقة، ان الكنترول عندك، انت محتاج الشجاعة ان تفتح اذنك وتسمع الجواب، لان الجواب موجود بخصوص حياتك العاطفية، سيكون متوفر لك في الفترة القادمة. لا تحس بالإحباط، لا تحس ان انا مثلا خسرت علاقة ثانية او ثالثة ولحد الان ما تكللت بالزواج، لاجل ذلك تقعد تلوم نفسك وتحس ان انت خسرت او فشلت. كل درس نتعلم منه نكون اقوى، كل درس يقربنا من انفسنا ومن ربنا. لما نتعلم ان احنا نقدر نصمت في اسوأ العلاقات ونخرج منها ايضا في امل، واحنا ممكن نصمت تجاه اصعب الظروف، هني عندك عواصف، عواصف تؤثر على الامور اللي احنا زرعناها، احنا نخاف عليها لان توها قاعدة تبرعم، فممكن هاي العلاقة ايضا تصمد وان كان املها ضعيف، ولكن اشوف انها ستصمد تجاه الظروف الصعبة. عندك واحد من الاثنين، انت اللي راح تحدد في الفترة القادمة، اما ان علاقتك راح تصمد لان راح تتضح لك الامور، او علاقتك حان الوقت ان تسحب السيف عليها وتنتهي، لان بانتظارك بداية جديدة. هني يقول لك البداية الجديدة بانتظارك، سواء مع الشخص اللي في بالك او مع شخص ثاني. السعادة، الزواج، الحب، المشاعر نفسها اللي انت قاعد تحسها الحين موجودة عشانك. السؤال هل انت راح تأخذها ولا راح تظل في الدوامة؟ هذا شأنك الخاص. التارو لا يتحكم بالإرادة الحرة تبع الأشخاص. السعادة بانتظارك يا برج الأسد، سوري يا برج الثور، سواء يمكن انك تتعامل فعلا مع برج الأسد. حتى أثناء القراءة لما كنت أخلط الأوراق كنت كثيرا أناديك بالخطأ أيضا برج الأسد. احتمال ان شريكك القادم يكون من برج الأسد، الشريك اللي تحصل فيه على الزواج والأبناء معه إذا كان مو موجود حاليا في حياتك. بداية جديدة، بداية موفقة، بداية تحصل فيها على اللي تستحقه بدون أن تتعب أكثر من اللازم، لأن أنت تعبت، كلنا تعبنا وخصوصا أنت تحملت الكثير، حان الوقت أن أنت تحصد ما زرعت. عاد مو مشكلتك ومو همك أن اللي زرعته راح تحصله هني أو في علاقة ثانية، أنت زرعت راح تحصل على اللي تستحقه إن شاء الله واللي في بالك ومرادك في الفترة القادمة. اللي بعده راح ننظر إلى الجانب الصحي والقانوني من حياتك والأخبار المتوقعة. أول شيء بنشوف الجانب الصحي، ما هي النصائح لك لشهر مايو؟ الكرتات قاعدة تتكرر، راح أخلطها مرة ثانية عشان نتأكد وما حد يقول أنت يا عليا ما خلطت الأوراق زين. الجانب الصحي مرة ثانية راح نعيده. هذا الكرت تكرر، كرت الحمل والأبناء. برج الثور، إذا أنت أو الشريك تحاولون الإنجاب في الفترة القادمة، مهم جدا أن تسيطرون، أن تنتبهون إلى التغذية وخصوصا الشرب، خصوصا العادات الغذائية. يعني أشوف كأنما الكثير من الأملاح أو حتى الكثير من السكر، البياض هني قاعد يعني لي أحد الأبيضين، أما السكر أما الملح.
حاسبه للفترة القادمة. هاي الأشياء تؤثر بشكل غير مباشر ترى على القدرة على الإنجاب. احتمال أنت أو الشريك تعانون من السكري النوع الأول أو الثاني، وهاي قاعد يأثر عليكم. في الفترة القادمة بدل ما تظلون مكتئبين، الكرت اللي موجود لكم هو كرت الانتصار، إن رح إن شاء الله في النهاية تحصلون على الأبناء والإنجاب. ولكن اللي مطلوب منك إن بدل ما تظل في طاقة الإحباط بسبب الفحوص، نتائج الفحوص الأخيرة، ركز على الأمور اللي تقدر تغيرها. رقم واحد، ما في شيء أكثر الأمراض، وحتى لو بشكل غير مباشر، الرياضة والتغذية الصحيحة ما يقدر إما يعالجه بشكل كامل أو يخليه يصل إلى حالة جدا مستقرة. هني أيضا بعد احتمال عندك المفروض أن تشرب الكثير من الماء. أنت شوفك ما تحب تشرب ماء، لازم تكثر من الماء عشان تعادل المؤشرات الحيوية في جسمك. كثر من الماء، ابتعد عن شرب العصائر، الكوفي، هاي النوع. لا تعوض الماء بشيء ثاني. هذه الطاقة أيضا موجودة عشانك. لا تقول لي شلون راح يأثر، كل شيء يأثر. وما في شيء الرياضة والمشي ما تقدر مع التغذية الصحيحة ما تقدر تعالجه. أصعب الأمور اللي أنت مو متخيلها. نسمع قصص دائما وفعلا حقيقية. راح يكون عندك إن شاء الله في النهاية انتصار، إما أنك راح ترجع لصحتك الكاملة أو في أوج صحتك، وإما أن إذا أنت ترغب مع الشريك تنجبون أبناء راح يكون جدا مثل ما نقول أنتوا هني كأن أشوفكم تتعالجون فترة طويلة، ولكن الحل راح يكمن في أبسط الحلول بالنسبة لكم، التغذية الصحيحة مع الرياضة. خلينا نشوف الجانب القانوني إذا عندك أي أمور متوقفة. كارت الجوجمنت، رجوع الأشياء الميتة إلى الحياة، سبعة السيوف، ستة الأكواب، كارت الموت، كارت برج العقرب. عزيزي برج الثور، هني يقول لك كأنما لا تتنازل في اللحظة الأخيرة عن المطالب اللي أنت قاعد تطالب فيها، إما عن طريق مركز الشرطة، إما عن طريق المحكمة، النظام القضائي بشكل عام. لا تتنازل، لأن كأنما هني أشوف لحظة عندك راح الأمور تكون وتنزاح إلى صالحك أنت، الكفة راح تكون في يدك أنت من الناحية القانونية. هني يقول لك في أشخاص كأنما راح يحاولون أن يستعطفونك عشان تتنازل، عشان تغير. راح يقولون لك كأنما أنت هني، يعرفون هذين الأشخاص أن راح يخسرون القضية أمامك أو المحكمة، راح يخسرون. ففي آخر لحظة راح يأتون يطرقون الباب من جديد، يطرقون الباب ويطلبون منك أن يحلون الموضوع بشكل ودي. راح مثلا إذا أنت تطلب حضانة يسمحون لك بأن تأخذ الحضانة. راح يبتدون أول شهر شهرين يعطونك مثلا مصروف للأبناء أو في نوع من التعويض أو تقسيط، حتى تقسيط التعويض. هني يقولك لا تتنازل، هاي الأشخاص ما ينفع معاهم إلا أن تمشي الأمور بالشكل القانوني. لا ترضى أن أنت في الفترة القادمة تقوم بمساواة ودية. حتى المساواة الودية يجب أن تكون عن طريق المحكمة، عن طريق أوراق موثقة في المحكمة. لا ترضى بأقل من هذا الشيء، لأن أشوف هذين الناس عندهم كأنما مبيتين النية أن راح أول فترة يقومون بنوع من المساواة الودية، يمشون الأمور بينكم وبينهم، يبتدون يدفعون الأموال أو يعطونك المستحقات، وبعدين راح ينكثون بالوعد، يرجعون في الكلام وفي الوعد اللي عطوك إياه. وأنت هني كأنما، لأن أنت باقي لك شوي مثل ما قلت لك وتربح القضية، كأنما راح تتنازل عن عمل شهور وفترة كاملة، فترة طويلة، عشان وعد، وعد بالإصلاح. حتى لو حاولوا أشخاص أنت تثق فيهم بالتدخل لا ترضى، اقنعهم بمبدأ أن الدنيا ما لها أمان. إذا أهم صادقين في كلامهم أحتاج أن يكون في توثيق لهذا الكلام والوعد والاتفاق من المحكمة. اللي بعد، الأخبار القادمة في طريقك يا برج الثور، قراءة جدا جميلة.
أنت وبرج الدلو من الأبراج اللي في الفترة القادمة كأنما أنتوا في مرحلة انفراج بإذن الله. تحسدون على هذا النوع من الطاقة. خلينا نشوف ما هي الأخبار القادمة في طريقكم. ممكن يكون شخص أيضا، ولكن الشخص مش شرط يكون شريك أو حب، ممكن يكون أي شخص. خلوا العقلية منفتحة، ممكن يكون صديقة، ممكن يكون زميل في العمل يساعدكم في أمور. برج الثور في الفترة القادمة راح تأتيك عن أخبار، سوري، راح تأتيك أخبار عن شخص لطالما ما بقول لك أنت ظلمته، أنت دائما كنت ماخذ فكرة غلط عن هاي الشخص. احتمال أخيك الصغير، احتمال شخص أصغر في العائلة، أو شخص ممكن معاك في الدوام، صديق، ولكن هو الأصغر سنا، الأقل نضوجا، الأقل خبرة. هاي الشخص كثير المغامرة، يحب الاستمتاع، ما عنده هموم أو متاعب تبع الحياة. أنت كأنما دائما تحس أن هذا الشخص مصدر إحباط أو شخص لا يعتمد عليه في محيطك، لكن اللي راح تكتشفه في الفترة القادمة هو مضحك. هذا الشخص بطبيعته المرحة قدر يحقق لنفسه كل اللي يريده، كأنما درس يأتيك في المستقبل عن شخص إن كنت تنظر إليه بنظرة دونية، يعطيك درس مهم في الحياة. وهو أصغر منك، ولكن راح يقول لك أول درس إنه مو كل هني، هو رواك فقط الجانب المرح منه، ما رواك الجانب الجاد اللي قاعد يجتهد ويعمل. مو من النوع اللي يقعد معاك ويقول لك عن أهدافه وطموحه ويظهر نفسه بطريقة جادة، ولكن هذا الجانب موجود فيه. في يوم من الأيام، خصوصا هاي الفترة، راح تبتدي تكتشف أن هاي الشخص بطبيعة اللهلوبة قدر يحقق لنفسه الاحتمال أنت أكبر منه في السن لحد الآن ما حققته. وإذا كنت حققته، ما حققته في هاي السن الصغير، واحد من العائلة أو من الأصدقاء أو أخيك الأصغر، أختك الأصغر، راح تحقق الكثير من النجاح بطريقة عصرية. راح تعتمد على الانترنت، راح تعتمد على الترويج، التسويق، العلاقات العامة. هذا الشخص راح يظهر إلى العلن ويكون ناجح، ولكن معتمد على جهود أنت في البداية ما آمنت فيها، جهود بسيطة، جهود غير جادة، تبع المزح، تبع اللعب. وهذا خبر جيد، يعني نتعلم منه درس أنه مو كل شيء في الحياة نأخذه بشكل جاد عشان نحصل على ما نريد. وهذا كرت أخير تبع النصيحة. Love endures، الحب يتحمل. بالضبط، انت عندك حب، واشوفه من بداية قراءتك العملية. حبك هو لأحلامك، لطموحك، سواء كان في الشريك اللي تريد ان ترتبط فيه، في الأموال او النجاح اللي تريد ان تحققه، في الاستقرار. برج الثور، حان الوقت للعدالة الإلهية ان تكون الى جانبك، لان انت جدا تعبت في الفترة السابقة، اجتهدت. لما مثل ما قلت لك، لما تخلوا الباقين عن حمل الشعلة لأنها كانت صعبة، أنت حملتها، أنت اللي تحملت. فلا تعتقد في الفترة القادمة أن في أحد يحق له أن يأخذ الثمار غيرك أنت، أو ما يحق لك أن تكون طماع في المستقبل. خذ ما تشاء، الحب يتحمل. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. الحب يتحمل كل العراقيل، كل العقبات وكل المواقف. بالضبط، هذه نوعية الحب اللي أنت تملكها من أجل حلمك. لا تتخلى عن حلمك، السفينة حال الوقت قريبة جدا عشان ترسو وتحصل على مرادك إن شاء الله.